هسه هنا أنا راح نبدي اليوم بسم الله الرحمن الرحيم measurement of flow rate، قياس مقدار التصريف. أول شيء measurement of flow rate in pipeline، قياس الجريان في داخل الأنابيب. عندي أربع ثلاث أنواع نقيس بيها الجريان بالأنابيب. أول شيء venturi meter، النوع الثاني nozzle meter، والنوع الثالث orifice meter. هسه راح نبدي اول شيء بالبنجوريميتر. البنجوريميتر عباره عن انبوب، هذا قطره دي 1، بعدين يبدي يصغر يصير دي 2. هنا هاي منطقه يسموها منطقه البنجوري او منطقه الثروت او منطقه العنق، اللي يبدي يصغر بين الانبوب يصير قطره دي 2 او مساحته اي 2، وبعدين يرجع يعرض، لكن شنو هالمرة بزاوية 5 درجة، وبعدين يرجع إلى قطرة الأصلي اللي هو الأيوان أو ديوان. فهنا أول شيء بمنطقة الأنبوب الرئيسي خلينا بيزوميتر، وبمنطقة العنق أو الثروت أو التخصر خلينا بيزومتر ثاني، ومربوط هنا بالأنبوب الرئيسي في منطقة العمق همانوميتر. الفلويد اللي يمر بالأنبوب الرئيسي سميته الدنسيتي مالته رو اف، وبالمانوميتر سمينا رو ام. الفرق في ارتفاع المانوميتر هو اتش. فهنا عندي بالنسبه انه حتى نجي نطلع كميه التصريف الحقيقي اللي يمر بداخل هذا الانبوب، كيو اكتشوال هو عباره عن سي دي في اي 1 في تحت الجذر 2 جي اتش الى ام تربيع ناقص 1. هذا القانون اللي تحفظونه. أدي نوعين من التصريف، تصريف مثالي وتصريف حقيقي. التصريف المثالي يعني ماكو خسارة بالطاقة، ماكو هاي السيدي، هذا معامل تصريف اللي دائما تكون قيمته أقل من 1. فإذا كان عندي تصريف مثالي فنقول Q theoretical A 1 في 2 جي اتش إلى M تربيع ناقص 1. هسه اتش وين مكانها؟ أو أي 1 هذا القطر ذا معلوم، نقدر نطلع الـ A اللي هي باي على 4 في دي 1. الاتش هو الفرق في ارتفاع البيزوميتر، او نقدر نطلعه عن طريق المانوميتر الموجود. الام هي عباره عن اي 1 الى اي 2، فراح نجي هنا نوضح لكم. كيو اكتشوال هو اكتشوال ديتشارج متر مكعب على الثانيه، والسي دي هو كوفيشنت اوف ديتشارج، معامل التصريف اللي دائما تكون قيمته اقل من 1. بالنسبة للبنجوري ميتر هاي القيمة مالته من بوينت 95 إلى بوينت 99. أما الاتش قلنا هي عبارة عن بي 1 أوفر جاما زائد زت 1 ناقص بي 2 أوفر جاما زائد زت 2، أو هو عبارة عن الاتش. الاتش هو الفرق في ارتفاع المانوميتر في رو ام، الرو مالت المانوميتر إلى رو مال الفلويد ناقص 1. والام هي عبارة عن اي 1 إلى اي 2. اي 1 هي مساحة المقطع بالأنبوب الرئيسي cross sectional area of the pipe اللي دائما باي على 4 في دي 1 تربيع. اي 2 هي cross sectional area of the throat في منطقة التخصر أو منطقة العمق، وحداتها بالمتر المربع باي إلى 4 في دي 2 تربيع. فصار عندي إذا عندي venturi meter مقدار كيو هي عبارة عن سي دي في اي 1 في ام تربيع ناقص اللي هو 2 جي اتش الى ام تربيع ناقص 1 تحت الجذر. اما اذا عندي نزل ميتر، هذا عندي انبوب رئيسي وهنا خلي نزل، هذا هو القطر مال الانبوب الرئيسي الاول اللي هو دي 1 او مساحه المقطع اي 1. وهنا أنا بهاي المنطقه الخالين النزل راح تكون اي 2 او الدايمتر مالتها دي 2. هنا طبعا بهاي المنطقه مال النزل تحت تكون لي دوامات، وهنا رابطين بالانبوب الرئيسي بوردين او بيزومتر، وهنا جيج، وهنا بمنطقه التخصر هم رابطين او منطقه النزل رابطين بيزومتر او بوردين جيج. بنفس الطريقه هنا يربطون مانوميتر الرو مالتي ام، والفرق بالارتفاع مال مانوميتر بالجهه اليمنى واليسرى الفرق بيناتها اتش. فراح تكون كيو اكتشوال هي عباره عن سي دي في اي 1 في 2 جي اتش ام تربيع ناقص 1، نفس القانون ذاك. اي 1 هي مساحة المقطع الرئيسي، اتش هو الفرق في ارتفاع قراءة البوردنج جيج، او نجي داخل منها ناخذها هي عبارة عن اتش في رو ام الى رو ناقصا 1. والام تربيع هي عبارة عن اي 1 الى اي 2. وهنا السي دي معامل التصريف في قيمته من بون 9 الى بون 99.
النوع الثالث أقيس به جريان بالأنابيب هو الأورفيس ميتر، مقياس الفتحة، اللي هو هذا أنبوب رئيسي القطر مالته A1D1، وهنا يجون يخلوني هاي فتحة، هاي فتحة ممكن تكون حادة أو عريضة ما يهم. فهنا المساحة هاي مال الفتحة هي عبارة عن A2 أو D2، إذا بالقطر نقول D2، إذا مساحتها ككامل باي على 4 إلى في D2 تربع نسميها A تربع. بنفس الطريقة يربطون هنا بوردين جيج أو بيزوميتر جيج، وهنا هم يربطون بيزوم منطقة الفتحة، وهنا عندي مانوميتر. فنفس القانون كيو أكتشول تساوي سي دي في أي 1 في 2 جي اتش إلى أم تربيع ناقص 1. الاتش يجي يعتمد على شنو؟ قراءة الفرق في ارتباع الزئبق والرو ام إلى رو اف، نفسها اللي استعملتها بالمنجوريميتر. أي 2 هي كروس سكشنال أي أو ذا أورفيس دائما وحداتها بالمتر المربع. هاي عندي قيمة التصريف. التصريف مين يجي؟ التصريف يجي من حاصل ضرب مساحة في سرعة. هاي السي دي مين تجي معامل التصريف؟ يجي من معامل التقلص اللي يصير عندي بالمساحة زائد معامل السرعة. فهنا أنا عندي فد معامل ثاني أصيح له سي سي كوفيشنت أوف كونتراكشن، معامل التقلص اللي يحدث بالمساحة. راح تشوفون انتوا هسه هاي عندي الفتحه، هاي ما راح يجي ياخذ السائل هذا القطر كله، راح يصير به قسم من عنده، يعني راح تشوفون هاي هي الفتحه كلها، بس هذا هو الماي شكل الماي اللي ياخذ. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي تخصر بالمساحه، فراح يكون عندي معامل تقلص. هذا معامل التقلص هو عباره عن اي نوت المساحه الحقيقيه او المساحه بعد التقلص الى المساحه الحقيقيه. فأي نوت هي cross sectional area of the flow of vena contracta في منطقة أو في المنطقة أو المقطع الأقلص، vena contracta المقطع الأقلص. CD دائما قيمتها بالنسبة للأنابيب من بوينت 55 إلى بوينت 7، لأن تشوفون هاي القطر الفتحة تكون القطر التقلص يكون أقل من قطر الفتحة، هذا يصير عندي بالفتحة تقلص مال الجريان. ام هي نفسها A1 الى A2، A2 هي cross sectional orifice of the orifice opening باي على 4 في D2 تربيع. اما اذا اجيت هاي اجهزه قياس الجريان بالانابيب، اما اذا اريد نقيس الجريان بالخزانات وبالقنوات المفتوحه، عندي اول شيء عندي الاورفيس الفتحات، النقطة الثانية الويرس السدود الغاطسة. السدود الغاطسة أقسمها إلى ركتانجولر وير أو تراينجولر أو يسموها في نوتش وير ترابيزودال وير. أما سد غاطس مستطيل أو سد غاطس مثلثي أو على حرف أو يسمونه في نوتش أو شبه منحرف، سد غاطس على شكل شبه منحرف. النوع الثالث من أجهزة قياس الجريان بالخزانات وبالأوبن شانلز لويس جيت، بوابة الاكتساح. والنوع الأخير يصيحونها بتت تيوب، أنبوبة بتت على العالم بتت. هسه أول شيء راح نجي ناخذ الأورفيس. أول شيء الأورفيس إذا كان الجريان ستيدي فلو، شنو معنى جريان ستيدي فلو؟ يعني جريان ما يتغير ويا الزمن. عندي نوعين من الفتحات، أما فتحة صغيرة سمول أورفيس أو فتحة كبيرة. يمتى نعتبر الفتحة سمول أورفيس أندر كونستانت هيت، يعني شنو ستيدي؟ يمكن نعتبر الفتحة صغيرة إذا كان هذا عندي خزان، وهي عندي هنا فتحة في جانب من الخزان. إذا كان الارتفاع من مركز الفتحة إلى سطح السائل الخزان H أكبر أو يساوي 5 من قطر الفتحة، هذا تعتبر الفتحة صغيرة. يمكن نعتبر إذا كان أول ما نجي نشوف هذا الارتفاع إيش قد، عندي قطر الفتحة أضربها بخمسة، إذا كانت 5 دي أصغر أو تساوي H هاي نعتبرها الفتحة صغيرة. هاي إلها قوانين تختلف عن الفتحة العريضة، بس شنو معناها؟ جريان ستيدي فلو، يعني قد ما أخسر من الفتحة عندي تعويض القيمة H. فهاي الفتحة مثل الحنفية من نجي نفتحها فراح يكون هذا هو القطر الحقيقي للفتحة، لكن هنا أنا يصير عندي المقطع الأقلص بنا كونتراكتر يمشي مسافة يلا يجي ياخذ العرض الأصلي للفتحة، يعني هذا منا يبدي بينا كونتراكتر يمشي مسافة X يلا ياخذ القطر الحقيقي للفتحة مالتنا، هذا يصحوا له فريجت.
الارتفاع من الفتحة الحقيقية إلى المقطع الأقلص سميته واي، والمسافة من المقطع الأقلص إلى المنطقة اللي يرجع القطر بها نفسه سميتها إكس. هاي المسافة منا لهنا صحنا لها دي أوبر 2. فحتى نطلع مقدار الكيو أكتشوال هي عبارة عن سي دي في كيو ثيوريتيكال. التصريف الحقيقي هو عبارة عن معامل التصريف في التصريف النظري، أو نقدر نقول أنا قلنا كيو من معادلة الاستمرارية هي عبارة عن الأي في الفي. إذا أريد كيو ثيوريتيكال، كيو النظرية هي عبارة عن الأريا النظرية في في النظرية. فكيو ثيوريتيكال عبارة عن الأي مساحة هاي الفتحة في. دائما الفي ثيوريتيكال قانونها 2 جي اتش تحت الجذر، اتش هو الارتفاع من أعلى منسوب للخزان إلى مركز الفتحة. فدائما هسه شنو في في النظرية هي عبارة عن تحت الجذر 2 جي اتش. هاي كيو ثيوريتيكال صارت اي مساحة الفتحة في 2 جي اتش تحت الجذر. إذا أريد الحقيقية أجي أضرب الكيو النظرية في معامل التصريف اللي هو سي دي، معامل التصريف اللي سميناه coefficient of discharge. فهنا كيو اكتشوال هي اكتشوال ديتشارج متر مكعب على الثانية، كيو ثيوريتيكال ثيوريتيكال ديتشارج هم وحداتها متر مكعب على الثانية، والسي دي معامل التقلص coefficient of discharge ودائما قيمته أقل من واحد. أي هي المساحة النظرية أو انصحلها مساحة الفتحة الحقيقية. في ثيوريتيكال ثيوريتيكال فيلوسيتي أو انصحلها تورشيلي ثيورم اللي معناه بي ثيوريتيكال 2 جي اتش تحت الجذر. اذا اجيت طبقت برنولي ما بين نقطه رقم 1 ونقطه رقم 2، نقطه رقم 1 وين؟ على التانكي اعلى سطح السائل الحر، ونقطه رقم 2 بالمقطع الاقلص، واخذت الداتا يمر في المقطع في المركز مال الفتحه وبالمقطع الاقلص، ايش راح تصير عندي معادله برنولي؟ راح تكون هنا من اجي اطبقها راح تكون بي 1 اوفر جاما زائد زت 1 زائد بي 1 سكوير اوفر 2 جي تساوي لنا بي 2 اوفر جاما زائد زت 2 زائد في 2 سكوير اوفر 2 جي. بالنسبه لنا قلنا مدام سطح حر هنا ايش راح تكون؟ الضغط يساوي صفر وشحنه السرعه تكون كلش صغيره هم نقدر نعملها. يبقى لي هنا بهذا الطرف بس اتش، وهنا هذا يتعامل كجت، يبقى لي بس مقدار السرعه هنا. فمن اجها راح تكون V actual هي عبارة عن معامل السرعة في V theoretical. V theoretical هي 2 GH. فإذا أريد معامل السرعة راح تكون عبارة عن V actual إذا V theoretical. دائما هم ال CV معامل coefficient of velocity يكون أقل من واحد. إذا أجيت هاي أقدر أطلعها بدل، إذا أريد أجي أطلع ال V actual وال V theoretical بدلالة X و Y، فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال V actual هي عبارة عن G في X تربيع إلى 2Y، ومعامل التقلص قلنا V actual إلى V theoretical. ال V actual هي G X تربيع إلى 2Y وال V theoretical 2GH. فمن عندها نقدر نقول معامل السرعة قانونه هو يساوي X إلى 2 من Y H تحت الجذر. هاي اجيها هاي المفروض نشتقها لكم، بس اشتقاقات ما ابي اثقل عليكم فما راح، حفظوا بس القوانين. فهنا سي في كوفيشنت اوف فيلوسيتي معامل السرعه يكون اقل من واحد، وفي تي اتش او ثيوريتيكال فيلوسيتي، وفي اكتوال اكتوال فيلوسيتي. بقى عندنا معامل التقلص بالنسبه للمساحه سي سي كوفيشنت اوف كونتراكشن، هو عباره عن المساحه الحقيقيه الى المساحه النظريه. الأكي أكتوال شو نعرفها؟ Area of Jet at Vinacont، مساحة البثق في المقطع الأقلص، والأي هي مساحة الفتحة نفسها. فمن هاي الأي أكتوال هي عبارة عن Q أكتوال إلى B أكتوال، والأي ثيوريتيكال Q ثيوريتيكال إلى B ثيوريتيكال. فمن عندها Q أكتوال إلى B أكتوال، وهاي تنقلب لأن من المقام يصير B ثيوريتيكال إلى Q ثيوريتيكال. من عدها راح نقدر نقول مقدار معامل التقلص هو عبارة عن CD إلى CB، معامل التصريف إلى معامل السرعة.
فصار عندي معامل التقلص سي دي كوفيشنت اوف ديتشارج الى كوفيشنت اوف فيلوسيتي. فهنا سي سي كوفيشنت اوف كونتراكشن ودائما قيمتها اقل من واحد. هاي عندي القوانين اللي اقدر اطلع بيها المعامل التصريف، معامل السرعه، معامل التقلص، وكيو ثيوريتيكال وكيو اكتوال، وكذلك الفي اكتوال والفي ثيوريتيكال باستعمال اذا كانت عندي الفتحه صغيره. اما اذا اريد الخساره، الخساره اللي موجوده بسبب الفتحات losses in the orifice flow، فراح يجي نطبق برنولي ما بين هم الواحد واثنين بس وين بالمقطع الاقلص، فتطلع مقدار الهيد لوس هو عباره عن اتش واحد ناقص سي في تربيع معامل السرعه تربيع. هاي القوانين تحفظوها ونحل بها المسائل. هاي ينتهي اذا كانت الفتحه صغيره. يمتي اعتبر الفتحه كبيره اذا كانت اتش اصغر من 5 دي. اذا كانت اتش اصغر من 5 دي، هاي عندي لارج شارب اورفيس اندر كونستانتين. شنو اقصد كونستانتين؟ يعني ستدي فلو، ايش قد ما يطلع ماي من الفتحه يتعوض بالتانكي. فهنا الفتحه عريضه اذا كانت اتش اقل من 5 دي، فتحه كبيره اذا كانت اتش اكبر او تساوي 5 دي. فاذا كان عندي هذا هم نفس الحاله، عندي هاي فتحه عريضه، هاي هي الارتفاع من سطح السائل الحر الى اعلى شيء بالفتحه اتش 1، ومن سطح السائل الى اوطى بالفتحه هاي هي الفتحه من هنا لهنا، فايش راح تكون هاي اتش 2. مقدار التصريف القانون مالته راح يكون 2 على 3 من معامل التصريف سي دي في بي في 2 جي اتش اس 3 على 2 اتش 2 ناقصا اتش 1 اس 3 على 2، والبي هي عرض الفتحه البعد العمودي على السبوره. هاي بحاله الستدي فلو اذا عندي فتحه صغيره او فتحه كبيره قوانينها. اما اذا كان عندي ان ستدي فلو، شلون نجي نحسب التصريف بالفتحات؟ discharge of an orifice under falling head. شنو معنى falling head؟ يعني unsteady flow. فإذا أجيت هاي أخذت خزان، هذا خزان مساحة المقطع مالته A cross sectional area of the tank، وأخذت فتحة سواء الفتحة بالجدار مال الأنبوب أو في البوتم مال الأنبوب ما تأثر على القوانين، فراح يصير عندي A هي مساحة الفتحة، H1 هي الارتفاع من مركز الفتحه الى اعلى سطح السائل. انا هسه من اجي اخذ ماي من الفتحه شو يصير؟ هذا المنسوب ما يبقى نفسه، يبدي يقل. ليش؟ ايش قد ما اسحب ماي ما يصير الماي ما جاي يتعوض، يقل بيه الماي. فاتش 2 هو الماي بعد السحب، اورفيس هيد ات تايم تي. فهنا الاتش هاي الاتش سمول هي الأورفس at any time من صفر إلى تي، أول مرة بصفر H1، من أجيت سحبت ماي صار مثلاً هنا ارتفاع الماي، H هو عبارة عن ارتفاع الماي بعد ما سحبت من صفر إلى تي، H2 من أجيت بعدها كمل السحب بعد ما أحتاج. من معادلة الاستمرارية إيش قد ماي أخذ منها الـ V1، حجم ماي أطلع من الفتحة هو نفس حجم الماي اللي ينقص من الخزان، يعني الماء ده وين تروح؟ ايش قد ماي اسحبه، حجم ماي اسحبه هو نفس الحجم اللي ينقص من الخزان. فايش راح يصير عندي؟ الحجم المسحوب من الفتحه يساوي ناقص الحجم بالخزان. ليش؟ لان هذاك جاي ينقص الحجم. فايش راح يصير عندي؟ القانون مالتنا نجي في 1 اذا اجيت اخذت شريحه، اذا اجيت اخذت شريحه هنا هاي الشريحه اللي ينقص هذا الحجم الماي اللي جاي ينقص، فايش راح يصير عندي؟ دي كيو، انا شنو عندي قانون كيو؟ هو عباره عن متر مكعب الى زمن، فالحجم راح يكون دي كيو الى دي تي يساوينا والفي 2 هاي الحجم الاول عباره عن مقدار التصريف اللي ينقص في خلال الزمن. الفي 2 هي عباره عن مساحه الاورفيس في الارتفاع اللي جاي اسحب من عنده. فبما ان قلنا V1 تساوي ناقص V2 فراح تكون DQ DT ناقص ADH. فإذا كانت for constant cross sectional area with respect to variable orifice head نجي هنا DQ DT تساوي ناقص ADH. هاي بالنسبة للشريحة الصغيرة، إذا أريدها للخزان كلها
فنجي نعوض عن دي كيو بما يساوي دي كيو قانونها شنو سي دي في الاريا في 2 جي اتش دي تي تساوي لنا ناقص مساحة الخزان في دي اتش. هسه شنو اريد الزمن اللازم لتغيير الحجم بالخزان؟ نجي نكامل الزمن من صفر الى تي، ابقي دي تي بوحدها وهاي انقلها للطرف الثاني، فراح تكون دي تي بطرف وهذا الطرف ناقص اي الى سي دي اي 2 جي اتش. ايش تتغير؟ لان انا ايش قد ما اسحب يقل الارتفاع مالت الماي، فراح نجي نكامل بالنسبه لتي وبالنسبه لاتش. حدود التكامل من اتش 1 من اتش 1 الى اتش 2 اتش ناقص نصف، فراح يطلع لنا مقدار الزمن 2 اي الى اي سي دي 2 جي، اي مساحه الخزان كبير واي مساحه الفتحه. سي دي معامل التصريف في تحت الجذر اتش 1 ناقص اتش 2. اذا اريد الخزان يتفرغ بالماي معناه اتش 2 جد قيمتها تساوي صفر. When the tank is completely empty معناه اتش 2 ناخذها صفر. فراح تصفى لي 2 جي الى اي سي دي 2 جي وهنا بالبص بس اتش 1. For variable cross section area of the tank with respect A هي دالة ال F of H، فلهذا DQ DT ناقصا A DH. وشكرا. ظلت تصب ماي؟ إلى 20 قمت ما تسمع هذا الصوت؟